معاكم المهندس علي صادق، تكنيكال سابورت من شركة عرب سيكيورتي جروب. هنتكلم النهاردة على تفعيل خاصية الاكتيف ديترنس في الكاميرا اللوك، اللي بتتميز بان فيها فلاش لايت وسارينا 110 ديسيبل وبي اي ار سنسور لضمان الهاي اكيوريسي ديتكشن. خاصية الاكتيف ديترنس بتخلي الكاميرا تشتغل كأنها نظام انذار ضد السرقة، يعني لما بيحصل اختراق للمكان الكاميرا هتعمل ديتكت وهتشغل الفلاش لايت والسارينا، وكمان الكاميرا هتبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل زي ما احنا شايفين. عشان نستفاد من خاصية الاكتيف ديترنس، اول خطوة هنفعل النوتيفيكيشنز. من قائمة ديفايس ديتيلز هنختار نوتيفيكيشنز. من الصفحة دي هنفعل الالارم نوتيفيكيشنز، ولو احتاجنا هنفعل كمان خاصية Device Offline Notifications عشان يجيلي إشعار على الموبايل لو الكاميرا اتفصلت. تاني خطوة هنظبط إعدادات الأرمينج. من قائمة Device Details هنختار Arm Settings. في الصفحة دي هنفعل Smart Motion Detection، ومن نفس الصفحة ممكن نحدد أيام وفترات يومية معينة لعمل نظام الإنذار، ونقدر نحدد درجة الحساسية للحركة، وكمان نقدر نحدد جزء معين في الصورة يتفعل فيها خاصية كشف الحركة. تالت خطوة هنظبط إعدادات الوايت لايت. من قائمة Device Details هنختار وايت لايت. في الصفحة دي هنفعل الألارم لينكج وايت لايت، وكمان نقدر نتحكم في شدة الإضاءة. وبكده الكاميرا بتاعتنا لما تحس بوجود اقتحام للمكان بالليل ومفيش إضاءة كويسة هتفتح الفلاش لايت عشان تجيب لك الصورة واضحة وكمان ألوان. رابع خطوة هنظبط إعدادات السايرن. من قائمة Device Details هنختار Siren Settings. في الصفحة دي نقدر نفعل الألارم لينكج سايرن، وكمان نقدر نحدد احنا عاوزين صوت السارينا يشتغل لمدة كام ثانية لما يحصل انذار. كده احنا خلصنا كل الاعدادات وقدرنا نستفيد من خاصية الاكتيف ديترنس. وهجرب معاكم دلوقتي احرك ايدي قصاد الكاميرا. الكاميرا هتحس بالحركة وهتشغل السارينا وتبعت لي نوتيفيكيشن على الموبايل، وكمان لو مفيش اضاءة في المكان هتشغل الفلاش لايت. ولمزيد من الفيديوهات اعمل لايك وشير لقناة عرب سيكيورتي ASG.